هو كأنه يصير نوع من الافتتان، اختبار. فهذا هاي سنة من سنن الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا رب العالمين في حكمته أن يهدينا، إن علينا للهدى. لابد أنه يهدينا، خلقنا ويهدينا. فأعطانا فطرة، أعطانا عقل الله سبحانه وتعالى، وما يكفي هذا، فأرسل لنا الرسل الأنبياء، أعطانا أئمة يكملون، يعني يكملون مسيرة الأنبياء. زين، بما إحنا قلنا هي كأنه معادلة، لأن من سنن الله سبحانه وتعالى واحدة من سنن عندنا سنة الموت، سنة الحياة، لأنه يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن البلاء واحدة من غايات الخلق الابتلاء. يعني ليش خلقنا؟ واحدة مثل أحد يسألني ليش أنتم مخلوقين، قلهم واحدة من غايات الخلق الله يريد يبتليني، من أنجح بالامتحان يقربني إلى ينزل علي الرحمات، أوصل للتكامل، أوصل للتقوى، هو هاي غاية الخلق. نعم. فالابتلاء الله سبحانه وتعالى جعله للأولياء والأنبياء، فالأمثل فالأمثل، هاي حسب رواياتنا إحنا. يعني الأولى الله سبحانه وتعالى يمتحن الأنبياء، وفعلا كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى امتحنهم بالامتحانات العسيرة. عندنا إبراهيم عليه السلام مش قد امتحانات، اللي الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني هي الامتحانات فأتمهن، يعني كل نجح بالامتحانات. إذن الامتحان هو مو شيء مذموم، لا، المذموم إذا إحنا ما نجحنا بالامتحان. أحسنتم. لكن البعث الزينب، يعني خلنا نتوقف على هذه المسألة أكثر. فضل. وإحنا من عامة الناس يمكن إذا صار الفيد بلاء معين بسرعة أقول إنه شنو أنا اللي مسويه مثلاً. ليش بس أنا أراجع نفسي، خلينا نقول إنه أتريض قليلاً، شنو الأمر اللي صدر من عند بحيث الله سبحانه وتعالى وجه لي هذا البلاء. صح. أو قد إنه أهمش مسألة الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا رفع درجة، فإذا هناك فلسفة إلهية من توجيه البلاء. خلينا ندقق أكثر يعني زيارة السيدة الزهراء عليه السلام، حينما نتأمل بهذه الجملة، يعني يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فقبل أن يخلقك. إذن كيف يكون هذا؟ بأي عالم امتحن الله سبحانه وتعالى السيدة الزهراء عليه السلام ووجدها صابرة؟ أحسنتم. إحنا عندنا يعني حسب الروايات، وعندنا يعني آية في القرآن حول هناك عالم اسمه عالم الذر. نعم. الله سبحانه وتعالى كأنه بهذا العالم، وبالإضافة إلى هذا العالم الله سبحانه وتعالى ذاك العالم أنه امتحن فذوات معينة يكونون قدوات إنا. يعني إحنا مثل ما تفضلتي أخاف إحنا نصاب بالابتلاءات، نقول ليش بس إحنا؟ أما إذا هناك قدوة، هناك ولية من أولياء الله، السماء قضت أنه امرأة تكون قدوة للنساء والرجال بالإضافة إلى الأنبياء، فهاي المرأة الله امتحنها بعالم الذر وامتحنها بعالم الدنيا فوجدها صابرة. هسه البعض إذا نقول لهم بس فاطمة الزهراء امتحنت بعالم الذر، يقولون خب هناك إحنا ما كنا ندري وما نعلم وماكو تكليف، الله امتحننا بعالم الذر حتى إحنا. الله سبحانه وتعالى امتحننا، لكن أكو امتحان دقيق للأولياء وهذول القدوات. الله سبحانه وتعالى لما امتحنهم وجدهم هذول 100% صابرين. ربما إحنا امتحننا لقانا مثلا 15% صابرين أو 15% إحنا أو 20% باقين على التوحيد متمسكين بالقيم الإلهية. هذول كلهم الأنبياء، وفاطمة عليها السلام هي مو نبية ولا إمامة، لكن هي ربطة النبوة والإمامة، هي سيدة نساء العالمين وهي معصومة. نعم. لأن هي عالم الذر الله سبحانه وتعالى امتحنها، لذلك أصبحت ممتحنة. يعني هل قد امتحنها امتحانات ونجحت بالامتحانات، سواء بعالم الذر سواء في الدنيا، كلها نجحت بها. من ناحية الصبر، إيش قد صبرت هي من كانت صغيرة بالحصار الاقتصادي، كانت مع أباها، عندما صارت الدعوة سرية وعلنية هي كانت، لذلك السلا كان يطرحوه على كتف رسول الله، هي تجي تبكي وفي الكعبة يسجد رسول الله يأذوه، تبكي تطرح السلا، يعني الجزور مال أجلكم الله الأمعاء الخروف كان يطرحوه على ظهر رسول الله. يعني هكذا الأنبياء تحملوا من أجل هذا الحق يأتي إلينا، هاي دروس إن إحنا جد تحملنا من الحق، إيش قد حملنا من هاي يعني قيم الأنبياء اللي حملوه واستشهدوا من أجلها. ففاطمة الزهراء هل قد
الله امتحنها اللي أصبحت صفتها ممتحنة. يعني واحدة من الأسماء ما قالوا السلام عليكي، صحيح في زيارات أخرى، لكن بداية الزيارة يا ممتحنة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما كانت فاطمة صغيرة سميت أم أباها أم أبيها، لأنه كأنه هي مصدر لحنان الأب، وهي كأنه يعني استلهمت القوة والصبر والإيمان والتقوى من كانت صغيرة، ومن وفاة أمها الزهراء خديجة عليها السلام. زين، من بعد الهجرة فاطمة الزهراء النبي قال للإمام علي عليه السلام أنه سر بالظعن، وكانت من الظعن هي فاطمة الزهراء، وأصبحت هناك مناوشات، يعني هاي كلها أصبحت قوية. فإحنا قوة فاطمة الزهراء من كنا صغار تختزن في ذهننا لحد الآن، حتى إحنا كنا أكيد اختزنت في ذهننا. أول ما يقولنا فاطمة الزهراء يعني هاي القوية، هاي الصابرة، هاي اللي من توقف بالصلاة تنهج بالعبادة، هاي اللي ما قالت لزوجها في اليوم شيء أذت زوجها. الإمام علي عليه السلام يقول ما أغضبتني فاطمة ولا عصت لي أمرا، كنت أنظر إليها تنجلي عني الهموم والأوهام. لذلك من نسائنا من ينظر إلى زوجها تنجلي عليها عليها, نعم. عليها الهموم عليه. لازم تكون إحنا من صفات، صحيح إحنا ما نوصل لمقام الزهراء لأن إحنا مو معصومين، لكن نأخذ من أخلاقها. لذلك الله سبحانه وتعالى وضع لنا قدوات بالمجتمع، هم أربع نساء يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كمل من النساء من الرجال كثير، من النساء عندنا الشهيدة آسية، وعندنا مريم العذراء التي هي يعني اتخذت من دونهم حجابا، الله سبحانه وتعالى شاف طهارتها جعلها تكون أم نبي من أنبياء أولي العزم اللي أم عيسى. كذلك عندنا آسية ومريم، وعندنا خديجة اللي هي أم فاطمة الزهراء. لذلك ليش نتعجب إحنا فاطمة الزهراء هاي نشأتها وعبادتها؟ لأنه رسول الله أباها، أمها خديجة الطاهرة التي أعطت كل شيء للإسلام. فهذا درس إنه أنا مرات من أحكي مع الطالبات مع في الجلسات أقول هذول القدوات إيش قد تقدموا من تضحيات. إحنا من نشوف هاي التضحيات تختزن بأذهاننا بالحياة لازم نحرك هاي التضحيات. نعم أحسن. نضحي مثلهم. نعم. طيب ذكرنا أنه السيدة سلام الله تعالى عليها امتحنت في عالم الذر قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا، هل هناك ربط بين مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام وذلك الاختبار الإلهي الذي كان قبل ولادتها وقدومها لهذه الحياة؟ نعم أكيد أكو اختبار إلهي. الله سبحانه وتعالى شاء أنه يكون لهذا الرسول امتداد، فامتداد ليس عن طريق البنين، اللي في ذاك الزمان كانوا يهتمون بالبنين ما يهتمون للبنات. فالله سبحانه وتعالى جعل امتداد هذه الرسالة وتكون أم الأئمة هي عن طريق نسل الرسول الله، عن طريق بنت اللي هي فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم. فالله سبحانه وتعالى وجد أنه هذه المرأة صابرة في كل أدوار حياتها. نعم. حتى إحنا يعني من ناحية يعني الصبر، من ناحية العلم. نعم. من ناحية عفوا من جميع الأبعاد. قصدت هي أنه مظلومية السيدة الزهراء سلام الله بعد رسول الله في حياتها بعد رسول بعد الله. بعد رسول الله. هل هذا له ارتباط في الاختبار الذي هيئ لها في عالم الذر؟ أكيد. هناك ارتباط. أكيد. يعني إحنا من ناحية الابتلاءات والارتباطات والابتلاءات والامتحانات يصير عندنا استعداد قوة. فهي من ناحية الاختبارات أصبح قابلة أنه هي لتتمكن لتنشر الخير لتنشر العدل، وهي أصبحت صابرة للابتلاءات التي كانت عليها. فإن وقعت عليها هذه الظلامة فكانت بعد قوية ومهيئة. أحسنتم. لذلك إحنا عندنا الزهراء مو بس ندرسها بجانب واحد جانب المأساة. لا، بالجانب السياسي هي أول معارضة للحكم، بالجانب المرأة، جانب البنت، جانب المهاجرة. ندرس الزهراء من جميع أبعادها. سلام الله تعالى عليها. زينب صراحة حينما نتأمل بحديث أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام يقول نحن حجج الله وأمنا الزهراء هي حجة الله علينا، فبالتالي هي حجة على جميع الخلائق نساء ورجال. أحسنتم. اليوم ليس فقط المرأة تحتاج إلى الصبر، الرجل في العمل يحتاج إلى الصبر، الشاب في الحرم الجامعة وفي العمل يحتاج إلى الصبر وتحمل مسؤولية. بالضبط. هي صغيرة وتحملت. طيب إحنا يمكن شتى أنواع البلاءات قد تقع على هذا الإنسان قد تقع على هذا الإنسان، لكن يكون هناك تباين أو قد يكون تفاوت في أن هذا الإنسان تحمل هذا البلاء مع عظمه
يعني حجم البلاء، قد يكون إنسان بلاء يعني طفيف جدا لكن نجد أنه يعني يضج ويثور أحسن. أنه ما يتحمل هذا البلاء يرجع إلى إيمانه. أحسنتم. نعم. إن أنا مسألة الصبر عرشتم طبعا من خلال حديثكم صبر السيدة الزهرة عليه السلام، بحيث أطلق عليها مسألة أنه أو مفهومة الممتحنة. أحسنتم. وجدتك لمن تحنك صابرة أيضا. أحسنتم. كيف بإمكاننا اليوم أنه نستلهم مسألة الصبر ونفعل أكثر أنه في حياتنا حتى نصل أنه قدر الإمكان من الأشخاص الذين اقتدوا بالسيدة الزهرة عليه السلام؟ أحسنتم. القرآن، نرجع للقرآن لأن إحنا دستورنا القرآن والروايات الصحيحة. القرآن يقول استعينوا بالصبر والصلاة. يعني إحنا بالصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أنا بكل مواقف حياتي أستعين بالصبر. هاي ملازمة، أنا من أصوم كن أصبر، من أعمل كن أصبر، المرأة في حياتها مع زوجها كن تصبر، مع الأطفال، مع المجتمع، هي بدائرة العمل، يعني ملازمة في حياتنا صبر. هذا الصبر يقوي الإنسان. طبعا الصبر مو بس كلام، لا موقف. إحنا مرات نقول صابرين لكن ربما بالموقف بنصبر. صحيح. لا، الإسلام يريدنا كلام، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بالمواقف إحنا كون نصبر. هي هاي مثل ما تفضلتوا، البعض يعني يحتاج تقوية إيمان، تقوية عزيمة، لذلك الابتلاءات تخلي الإنسان قوي. لذلك إحنا عندنا يعني أكو إنسان هو عندما فتح عيونه ما كان أبوه في الحياة، وأمه 8 سنوات أمه توفت، في 8 سنوات جدة توفى. هذا الإنسان هي هاي الابتلاءات، ما نقول هو يعني هاي ابتلاء، ليش الله ابتلى هذا؟ هذا كان رسول الإنسانية، هو محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هو رسولنا، الله شكد امتحنه. نعم. أيوب شكد الله سبحانه وتعالى امتحنه، يوسف، موسى، كل الأنبياء، بعض الأنبياء استشهدوا من أجل القيم توصل إنا. نعم. إذن الامتحان سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. نعم. تمضي على الكل مع صعوبة الصبر، مع لابد أن أحسنتم. هو الصبر اللي يقولون ليش صبر، كأنه هو يعني فتشي صعوبة مرارة، لكن إحنا نرغم الظروف وإحنا نسيطر على هاي الظروف. نعم. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. فإحنا إن شاء الله نرغم الظروف، ونساءنا ورجالنا نقتدي بالزهراء وبأهل البيت عليه السلام. وموضوع الصبر هو يعني صراحة موضوع قد يكون صعبا ويحتاج إلى محاضرات كثيرة حتى نتعلم خطوات في كيف نستطيع أن ندرك هذا المعنى أو المفهوم. لذلك 70 مرة إجا الصبر بالقرآن. أحسنتم. بارك الله بكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا الأستاذة زينب الخباز، ماجستير في العلوم الإسلامية، شكرا لوجودكم ووقتكم معنا. شكرا لله. جزاكم الله خيرا وفي شفاعة السيدة الزهراء عليه السلام.